واحد يتحمل مسؤولية. انا هاي اللي اقول لك اياه، فريقك وين كان في الشوط الاول واول ربع ساعه؟ موجود فريقي مو موجود، ما يستحق الفوز. الريان فاز بالحق على فكره، الريان ما قل الريان وصل للي يبغي، سجل عليك هدفين ونام. اوكي وصل نام، ها انت قلتها نام 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 على الهدفين، نام على الفوز، وصول استاد خليفه، راحت قص الامير عليكم السداويه، راحت. اوكي وبعدين وبعدين ثاني موسم بدون بطوله، انت 11 لاعب هم يتحمل المسؤوليه. لا تكلمني عن كوزمن ولا تقول الاداره، انا اقول لك في 11 لاعب موسم كامل يلعب السد يفوز بدون اداء. ليش؟ والله العظيم انهم يلعبون بدون اداء، بدون روح، قسم بالله ما يلعبون بدون روح. لا تقول لي لكن يعني شنو خسرنا بطوله؟ ترى 13 لقب ولا فريق يوصل 58 بطوله. الزعيم زعيم، لو نوقف 10 سنوات ما حد بيوصل لنا. كوزمن موت الفريق، اللعيبه ما عاد يشتغلون بعد كوزمن، شل الفريق. لعيبه من احتياط يخليهم اساسيين خلفان واحتياط، خلاهم ميت، موت اللعيبه، وياب لك لعيبه من الخور. كاسولا ما سوى شيء، كاسولا تعب الفريق. كاسولا كوزمن اليوم خلانا نطلع احنا منزلين راسنا، جمهور السد ينزل راسه والله ما هذا اللي انا اقول لك اياه. تصور معي فريق نادي السد، انت خل هاي، احنا اليوم خلاص كلامنا مع اللعيبه، خلاص المدرب، خلاص الموسم، خلاص ما راح نتكلم عنه، بس احنا نوجه كلامنا اولا حق سعاده رئيس النادي الشيخ محمد بن خليفه، ثانيا حق سعاده نائب الرئيس الشيخ جوعان بن حمد. نتمنى منهم رجاء من جمهور السد كله، كوزمن ما نبغيه احنا. كوزمن اذا له تاريخ، خذ مع الهلال كل البطولات، خذ كاس العالم، خذ كاس اوروبا، ما لنا شغل فيه. كوزمن اليوم ما ينفع معنا، ما توافق معنا، سواء كان تاريخه زين ولا شين، كوزمن ما ينفع معنا. نتمنى بس من سعاده رئيس النادي وسعاده نائب الرئيس انهم يشيلون كوزمن، هذا مطلب جمهور السد. الحقيقه للحق، لازم نبارك الجمهور الكبير مال الريان اليوم اللي حضر، صراحه يرفع لهم العقال. لا جمهور الريان تبارك لهم ونقول لهم مبروكين وفالهم الكاس ان شاء الله. المدرب وصل اللعيبه بالخبيص اللي سواه، وبالطريقه اللي يسويه كل يوم برع لاعب، كل يوم تشكيله جديده، وكل يوم واحد في مركز، وهاي وصلهم لحاله عدم الثقه. الفريق فاقد الثقه، انا قلت حق الجوله اللي فاتت يوم فزنا على الاهلي كان مشعل وياي، شوف اللقاء قال لي مشعل ليش زعلان؟ قلت زعلان لانه ما في اداء، ترى لا تخدعون بالفوز. المدرب وصل اللعيبه لحاله عدم الثقه، الثقه ما فيهم ثقه بشعار النادي. كوزمن بينهي الفريق مره واحده، العام ما اخذنا شيء، السنه ما اخذنا شيء، لا دوري لا كاس ولي عهد، كاس امير طلعنا منه ولا سويه. الله يعين جمهور السد. حقيقة أنا بشكر زميل العزيز جمال الحسيني على المجهود الكبير والجبار، مثل ما جماهير السد كانت تعاني، أيضا الزميل جمال الحسيني كان يعاني مع جماهير السد لرصد هذه اللقطات اللي شاهدناها. شيء محزن، شيء يبكي يوسف. يبكي ومحزن، وصراحة يعني ما توقعنا ان الدراما هذه في اخر الموسم يكون حق الزعيم. محمد من الدوحه، تفضل يا محمد. تفضل. محمد. ايوه. تفضل يا محمد، انت على الهواء. السلام عليكم. عليك السلام. بخير مشان. يا مرحبا، تفضل، الله يحفظك يا محمد. امسي عليك وامسي على الاخ يوسف على الاخ خالد. مرحبا. انت سداوي يا محمد؟ اي نعم. طيب شو شعورك بعد ما شاهدت الوضع جماهير نادي الريان وجماهير السد بعد المباراه؟ والله يا اخي شيء يعني شيء يحزن يا اخي، موسمين بدون بطولات، بدون يا اخي لو قلنا حظ مستحيل يكون حظ سنتين ما فيها بطولات ما في شيء يعني. شو السبب بوجهه نظرك؟ السبب عدم استقرار على التشكيله. عدم استطاعة التشكيلة والإصابات، مواجهة الإصابات. طيب يعني مش كوزمن؟ كوزمن كلها من كوزمن يعني، لو قلنا حظ الناس يقول، الناس تكلمون يقول هذا حظ يعني، مستحيل يعني موسمين ما في بطولات، مش حظ هذا.
هل يعقل ان كوزمان هو السبب الكبير بما وصل اليه الست؟ اي نعم. وين اللاعبين؟ عفوا وين اللاعبين؟ وين الجمهور؟ انتم وينكم؟ يعني هذه كلها عناصر مكمله، ليش احنا نحط لومنا على كوزمان؟ انا مش محامي لكوزمان، ولكن انا اعتقد ان كره القدم هي يعني مثلث، وعرفت شلون؟ ويعني ومشاركه الجميع، ما نحط اللوم على 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 فقط كوزمان او غيره. انا اعتقد كذا، ما ادري عاد اذا انت تحضر الملعب محمد ولا لا؟ اي نعم احضر الملعب. زين، راضي على حضور جمهور نادي السد في الملعب؟ لا والله ما براضي. طيب ليش ما قلت ان جمهور نادي الريان الامه الريانيه كما وصفت، واللي كحل عيون الجميع حقيقه، كلنا كحلنا عيوننا في ذاك الجمهور، ليش ما نقول ان ليش ما الانديه تكون متكاتفه نفس ما جمهور الريان متكاتف، ونحضر للملعب بدل ما نحط كوزمان السبب واللاعب الفلاني او العلاني؟ والله عاد هذه مشكله الجماهير، يعني الريان هذا صاحب اكبر قاعده جماهيريه، عاد الانديه الباقيه طيب مشكله جماهير ما يعطون ملعب. شكرا محمد على اتصالك. في اتصال اخر، يوسف من السعوديه. يوسف تفضل. السلام عليكم. هلا، كيف الحال؟ طال عمرك. مرحبا، الله يحييك، تفضل. الف 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 مبروك لجماهير الريان. يبارك في عمرك. ونهارد لك الجماهير. اولا انا اقول عندي كلمتين ممكن باختصار لو سمحت. ابشر، انا رياني وغرفاوي وعربي، اسفت صدق، عنده نجوم وعنده كل شيء، بس لعبه ما يمتع مثل الريان. لو تشوف الريان والعربي تحس لعب، وانتو باص اخذ واعطي، اوكي اللعب حلو. ثاني شيء انا غرفاوي حتى النخاع يعني ورياني. يا رجل السد مش ممتع؟ السد ممتع اوكي، بس يعني انت طلع، يعني انا اتكلم عن الناس الحين طلعوه فوق فوق فوق. هو يستحق، هو زعيم قطر يا يوسف. يستحق، هو زعيم قطر واحنا زعيم الانديه السعوديه. انا طبعا هلالي. حلو، نعم تستاهل. ويعد زود، عرفت؟ السد والله عنده نجوم ويلعب وكل شيء، بس انه يوم منكم احس يومكم طلعتوه فوق 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 مثل مستواه. طيب، وعندي كلمتين ممكن. تفضل يا يوسف، بس باختصار الله يحفظك. ابشر، طال عمرك. انا اشجع غرفاوي اوكي، حتى النخاع ورياني. ابي طلب واحد، ابي اجي القطار. طال عمرك هذه امنيتي من زمان، وابي اتكلم حتى المجلس في برنامج ادق ما في فايده. هذه اول اتصال لي، تكفى خلني شوي. انت اخو عزيز طال عمرك، والبرنامج برنامجك، وتفضل وقول اللي تبي. تسلم طال عمرك. اول شيء ايوه، انا ابي العب في نادي في قطر. هذا عاد مش عندي. انا فاهم، ابي احد. ايش رايك تلعب مع الجماهير عندي في المدرجات؟ بالعربي ابي واو واسطه يعني عشان اتمرن، ابي العب. طيب الله يعطيك العافيه يوسف. احنا والله يا اخي انا كان ودي، وانا لو اني مدير كره ولا مسؤول ممكن في نادي ممكن، لكن اذا تبي طال عمرك مع جماهير السد. هو يحب نادي السد ولا؟ لا، هو العربي وغرافه والرياض. رياني وغرفاوي. المهم اذا تبي مع المدرجات طال عمرك ما يحتاج. اخو عزيز، تعقيبك عن ما عن المهنئين، طبعا انك ما رديت عليهم. لا والله، باركتك قد الله يبارك في عمرك. وهذا الفوز قلنا لكم الشعبيه مو في الدوحه، برا، بيض الله وجيهم كلهم اللي باركوا للريان، وهاردك حق السد والامام يا امه الريان. يستاهلون جماهير نادي الريان، والريانيين افرحوا حتى الصباح في تلك الأمسية التي كانت رائعة بكل المقاييس حقيقة، من اللاعبين إلى أصغر مشجع رياني. نحن نعيش فرحات الريان بطريقتنا الخاصة. رياني من يطولة أدعنك بالبطولة، فن وابداع ورجولة، انت حتى لا تعال. الرياني من يطولة لا لعب جاب البطولة، فن وابداع ورجولة، من تحدى لا تعال. قاس قاس قاس، استاهل الذيب، ما في ذيب ولا شيء، ما استاهل الريان. خلينا نشاس من الذيب. لا، جمهورنا فاز، مو بالنادي الريان ما فاز، الجمهور اللي فاز اليوم. قهر الاحمرين، وين قهر الاحمرين؟ العربي فاز عليهم والريان يفوز عليهم. وعد ولا ما وعد؟ ها؟ وعد ولا لا؟ وعدت ان الفوز ان للريان، صح ولا لا؟ هذا مو الرهيب يا مشعل، هذا القاهر ذا، هذا القاهر، هذا القاهر الابطال، هذا كاس الامير ان شاء الله في المخبة، في ملفاعي كاس الامير. حطوكم على اعصابكم. كاس الامير في ملفاعي. اليوم احنا اثبتنا ان لا
اثبتنا ان لا صوت يعلو فوق صوت الريان. اليوم اكبر قاعده اثبتت اهداء لكل من شكك فينا. فزنا على بطل الدوري، فزنا على وصيفه، والريان اثبت انه احق بالكاس، احق بالغيره. ثلاث مباريات باقي واحده، وصلنا عند الامير، كفايه وصلنا عند يد الامير، كفايه علينا. كحل عيونك يا خالد سلمان، كحل عيونك يا خالد سلمان. لحظه ريان، قلت لك بنفوز. الرهيب فاز. يقولون في ذيابه، زمننا ما في ذيابه، في اسود، في اسود، ذيابه ما في ولا غيره.